Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in my when it's يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب متى تشوفون الفيديو. إن شاء الله تكونون طيبين وبأحسن حال. طبعا شربت قهوتي، ما صورت لكم، نسيت صراحة. أصلا فطوري على السريع دونتس، وقاعد أخلص كم شغلة قبل ما أبدأ تصوير الفيديو. فيديو اليوم مأخوذ الفكرة منكم، دايما أحب أسألكم إيش تحبون تشوفون، إيش تنبسطون وأنتوا تتابعون على اليوتيوب، عشان أصير أحسن من محتوى القناة أكثر. فجاني كومنت واحدة كتبت لي إيش رأيك إنك تصورين روتين تنظيفك للبيت. حسيت الفكرة مرة حلوة، خصوصا أن أنا كل خميس تقريبا أنظف البيت تنظيف عميق، عشان طول الويكند خلاص أنا مرتاحة وكل شيء موجود وكل شيء جاهز ونظيف. فيوم الخميس عندي هو يوم التنظيف العميق، يوم المقاضي، تغيير المفرش وكل هذه الأشياء. فباخذكم معاي نكتب الحين لست الأغراض اللي نحتاجها من السوبر ماركت، وبعد الصلاة إن شاء الله بمشي. عندي على الثلاجة حاطة هذه اللست اللي سويتها معاكم بفيديو تنظيمات البيت، سوري تنظيمات المطبخ، وحاطة جنبها أنا هذه اللست بحيث أنها أوراق كذا تتقطع، ومثبتتها بمغناطيس عشان أصير أكتب عليها أي شيء أحتاجه للبيت بنفس الوقت. بعدين نهاية الأسبوع أمسك اللست وأفتح الثلاجة بنفسي وأشوف إذا في شيء ناقص أنا ما كتبته، بحيث خلاص يصير عندي لستة جاهزة قبل ما أروح السوبر ماركت. الحين بعد ما شيكت على البيت كامل وشيكت على الثلاجة وكتبت كل الأغراض في النوت الورقي، أحب أنقله على الآيفون. أولا عشان أستخدم خاصية التشيك لست في الآيفون أتأكد أني جبت كل شيء، وثاني شيء أحب أني أقسم الأغراض على حسب القسم في السوبر ماركت. فمثلا أدوات التنظيف كلها راح تكون تحت بعض، الألبان والأجبان راح تكون تحت بعض، عشان إذا دخلت السوبر ماركت ما أقعد أحوس بين الأقسام وأضيع. خلاص دخلت القسم أشتري منه كل شيء، بعدين أنتقل للقسم. طبعا من أهم الأشياء اللي أسويها بعد الطبخ أو بعد ما أغسل مواعين أو بعد أي شيء، يعني أني أنظف المجلى تنظيف عميق عشان الجراثيم، ومثلا إذا في دجاج ولا شيء مرة تعطي جراثيم مرة كثير في المجلى. فعندي هذه أحط فيها مثلا إذا بغسل خضار، إذا ودي أني أنشف شيء أتركه كذا على جنب، فهذه من أساسيات اللي عندي. وعندي هذه السودة، كم مرة واحدة سألتني عنها إذا صورتها في سناب، هذه أحطها تحت عشان أكواب القزاز لا جيت أغسل ولا الصحون إذا زلقت من يدي ما تنكسر، يعني هذا زي الربل كذا يحفظ لي المواعين إذا طاحت. فبأوريكم الحين كيف أو إيش الأشياء اللي أستخدمها عشان أغسل المجلى. أحب أني أستخدم هذا، هذا دايما أستخدمه بصراحة، مرة حلو وريحته مرة حلوة، تخلي كذا ريحة المطبخ ليمون. وأحب بعد أستخدم ديتول اللي هو هذا، أحط طبعا ربع غطاء مرة مرة قليل لأنه مرة قوي وريحته قوية، وأحط شوي صابون وأفركهم بهذه، استخدمها لمسح المجلى او تنظيف المجلى. وبس الحين بوريكم. طبعا الفرن ما نظفته امس من بعد الطبخه، وزيادة على كذا طاح مني حليب اليوم وأنا أسوي قهوتي، فشوية معدومة هذه العين. بوريكم اليوم بستخدم هذا المنتج، بصراحة أول مرة أستخدمه. شفت نوف بيوتي تمدحها تقول مرة مرة ممتاز للفرن، وكم مرة صراحة شفتها تنظف الفرن حقها ويشيل كل شيء، فبحطه وبتركه. أتوقع هي تتركه ربع ساعة، بتركه ربع ساعة شوي إلين الدهون شوية تنشال وتتحلل، وبعدين بأجي وأمسحها أو أفركها بالليفة. بركز على هذه العين لأنها أكثر عين نطبخ فيها وأكثر عين أحسها يجيها وسخ. أحس المنظف الحين ذوب لي كل الأشياء، فبأبدأ أسوي أمسح معاكم.
اوكي واو، مبدئيا كل شيء قاعد ينشال مره بسهوله، ما شاء الله، صدق النتيجه مره مره ممتازه. شال لي اغلب الدهون، يعني اللي باقي هي اشياء مره مره قديمه وما ادري يمكن يحتاج لها فرك زياده، لكن كمنتج انه يشيل الدهون وسريع مره سريع. أحب أخذ أغراض البيت من التميمي، أحب ترتيبهم صراحة، ودائما خضارهم فريش وحلو، فأجي هنا أخذ الخضار أول. Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. بالنسبة لي مازولا ألذ مايونيز مو طبيعي، حتى طعمه يشبه مايونيز ماك، عشان كذا مرة 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 أحبه. مو مرة أحب العصيرات، بس هذا العصير يا جماعة مرة لذيذ، مرة مرة حلو، مركز مرة بالعنب، بس طعمه مدري ما كأنه عنب كذا، مو حلو، عنب حلو ما شلون أوصف صراحة، بس الزبدة حبيته. جاية أخذ قفازات، صراحة ما أدري شكلها هذه كويسة، مكتوب عليها great for kitchen and bath، شكلها حلوة small، نجرب. أنا تغيرت اهتماماتي يا جماعة، الزبدة بقول لكم هذا البراند دكتور بيكمان، مرة كويسة للغسيل، يعني أنا أستخدم واحد يشبه هذا بس أحطه مع الغسيل وأحط كل الألوان، أبيض على ملون وما ينقل لي الألوان أبدا، يعني مرة مرة رهيب. بحط لكم صورته لأني ما لقيته هنا، فعندهم كل شيء كل شيء. هذه مناديل كلوركس تقتل البكتيريا وتنظف وريحتها حلوة، ما أستغني عنها أبدا عندي في المطبخ، مرة مرة ممتازة، أنظف فيها كل شيء، يعني أسطح المطبخ، الغاز أحيانا. أكثر تركي أحبه من حلواني، أخذ أقل من ربع كيلو، مرة حلو للساندوتشات. أخيرا وصلت البيت، بس قبل ما أدخل الأغراض ودي أسوي لي غداء، أحس ما فيني أي طاقة صفر، فبسوي غداء، بسوي تركي ساندويتش من اللي جبته، وبعدها بصور معاكم ترتيبي للثلاجة وبنظفها من فوق لتحت. الساندويتش التركي أحط عليه مايونيز وديجن ماسترد، والتركي أحط حبتين وبينهم شريحة جبن بس، وأرشه بزبدة من برا وأحطه في التوستر هذي عشان يتحمر. هذا الشبس الوحيد اللي أحبه مع التركي، أموت عليه، ليز ماكس اللي بالفلفل المكسيكي، مرة مرة لذيذ. طبعا ما أدري إيش جاييني، اشتهيت فانتا يوم شفته في السوبر ماركت، ولا ما عمري أشرب فانتا، بس ما أدري حسيته حلو. بعد ما تغديت الحمد لله أحس رجعت فيني الروح، فببدأ بتنظيف الثلاجة. أول شيء بطلع كل شيء فيها، طبعا هذا شكلها حاليا، هنا عندي اشياء حوسة اجبان وكذا، وبنظفها وبعدين بدخل الاشياء الجديدة، بحيث ان انا وانا اطلعها اشوف التواريخ اذا في شيء خربان. Made a map with all the stars. So you know you're not too far away from me. You're in my when it's my dark. خلاص هذه الثلاجة بعد ما فضيتها كاملة، هنا أحب أحط الخبز والتوست وكذا، بعدين هنا أحب أحط أشياء الفطور اللي كل يوم ناخذها تقريبا، وتحت أحب أحط معلبات، أشياء يعني مو دايم أستخدمها تكون تحت شوي، وهنا أي علب بلاستيك عندي، وهنا مكان الخضار بعد ما فضيتها، شارية هذه العلب من جولي. تنظيف الثلاجة راح استخدم هذا منظف المطبخ من كلوركس، وراح استخدم هاني من بندا زي الفوط، بس انها مرة كويسة في المسح. فضيت كل الثلاجة، الحين فقرت اطلع الاشياء، اشوف التاريخ، اذا تمام امسح العلبة وادخلها، اذا مو تمام ارمي.
أنا مرة ما أحب إنه في الثلاجة علب حديد وأشياء مفتوحة، فعندي هذه بأحط فيها وخلاص أصير أستخدم هذه أنظف وأسهل. بالنسبة للورقيات عندي أحب أحطها في هذه العلبة البلاستيك، وأحط تحتها دبل من المناديل القوية مرة حقت المطبخ، وأنظفها مرة كويس وأشيل منها أي شيء فاسد مثلا عشان ما يخرب على الباقي، وأغطيها بهذا المنديل بحيث أن أي موية تنزل منها أو رطوبة يتشربها المنديل عشان تظل معي فترة مرة طويلة. لأن وبكذا خلصت تنظيم الخضار. هنا عندي الخس والملفوف، الخيار والجزر والطماطم، أنواع الفلفل والليمون، والورقيات مثل ما وريتكم النعناع والبقدونس أحطها بعلبة بلاستيك. Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. I know this distance makes it hard for us to see. I've been waiting so long, I've been waiting so long. حتى التركي أنا ما أحب العلبة حقتها، فأحطه في علبة بلاستيك وأكتب عليه اسمه وأحط من تحت تاريخ الصلاحية عشان ما أتوقع. هذا أحلى شعور بعد ما نظفت الثلاجة ورتبتها كل شيء في مكانه. طبعا بنات عندي لكم ما أدري حركة إذا تعرفونها ولا لا، بس في الألبان والأجبان وكذا، الشيء اللي راح يخلص أول حطوه قبل الأشياء اللي بتخلص بعد. من الأشياء اللي أسويها نهاية الأسبوع أني أشيك على كل المناديل في البيت وأعبيها. الحين جات الفقرة الشينة، بصراحة أشيل هم هالفقرة بشكل. أنا أحب أستخدم الدوفيه اللي هو المفرش اللي يجي تلبيسه، فياخذ مني وقت بصراحة كوي وترتيب، وغير أني أدخل الحشوة داخل المفرش هذه سالفة ثانية. لكن حبيت أوريكم المفرش هذا، شريته من شاكرا. تعرفون المحل التركي اللي يجيب بخاخات مفارش وغرف؟ استغربت أنهم يبيعون مفارش، بصراحة مرة حلوة، مرة مرة الخياطة تجنن. هذا من أحب المفارش إلى قلبي. بعد ما حطيت المفرش شايفين كيف علامات التصفيط مبينة، فأحب أني أكوي بمكوى البخار هذا. طبعا الخطوة هذه أبدا مو ضرورية، لكن إذا صرت رايقة أحب أسويها وأكوي على خفيف بس أماكن الصفطات عشان يطلع شكله أحلى. وآخر فقرة في تنظيف البيت تكون الكنس، عشان يكون الوسخ كله نزل من على الدواليب، من الطاولة، من الكنب، كله على الأرض. فأستخدم هذه المكنسة من فيليبس اسمها سبيد برو ماكس، أخذتها من ساكو، بصراحة مرة حلوة، يعني الشفط فيها مرة قوي، فيها ثلاث أنواع أو ثلاث درجات للشفط، الأول والثاني والثالث مرة قوي. فيها خاصية مرة تعجبني اللي هي الإضاءة وقت الكنس، بوريكم. بصراحة الإضاءة مرة ممتازة، توريني مكان الغبار إذا في شعر أو شيء. وبعد في خاصية حلوة تعجبني بهالمكنسة اللي هي كيف تدخل تحت الكنب وتحت الطاولة مثلا، كذا بكل سهولة تطلع وتدخل، وبرضو أقدر أفكها وأدخلها في الأماكن الضيقة. بعد ما خلصت تنظيف الحين وقت البخور. البخور اللي استخدمه بعد التنظيف او حتى بعد الطبخ اللي هو عود البيت، هذا من الماجد للعود، مرة حلو، يغير لي ريحة البيت بدون ما يكون مرة قوي. فأحط واحدة، وبعدها بعد أحب أني أحط عطر، أو أحط هذا
الروم سنت من شاكرا، استخدم ريحة كلين كوتون، اموت عليها مرة مرة حلوة. وبس الحين ببخر البيت وببخر، بعد ما بخرت المفرش بحط الحين عطر بيوتيفول من استيلودر، احب ريحته على المفارش مرة احبها. يا الله صدق أحلى فقرة، بعد يوم طويل نظفت البيت كامل. الحين أخذت شاور وبحط زيت اللوز هذا من لوكسيتان، أحبه مرة في الشتاء، ترطيب عميق 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 مرة. وأحط معاه هذا مسك الجسم من عبد الصمد القرشي، وخمريت الشعر برضو من عبد الصمد القرشي، وأحط اللي هو كوكو مدموزيل عطر شانيل، أحبه كده في الصباح. فخلص الفيديو، إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات ثانية، يا رب عجبكم، يا رب استفدتوا، حطيت لكم منتجات اللي أستخدمها في التنظيف، أخذتكم بروتيني كامل، وبس إلى أن أشوفكم بفيديو ثاني، مع السلامة. Made a map with all the stars.